طيب عندنا ايه تاني يا شيف؟ عندنا نوع سلطه حابب اعمله مع حضراتكم لطيف قوي على فكره، السلطه الخضراء بالجرجير. اه معانا خس وجرجير الاثنين مع بعض. المقادير على الشاشه لطيفه وبسيطه، وانا دايما في موسم الشتاء بهتم بالخضروات، وده من نعم ربنا علينا بالله. الخضار في قلب في ايام الشتاء، واليوستوفاند والبرتقال بكثافه، وخاصه الخس البلدي بتاعنا. مقادير السلطه فيها خس وفيها جرجير وفيها شويه خل التفاح وفيها زيت زيتون وعصير ليمون، والنظافه اهم من كل حاجه. ودايما نقول يا شيف مغازي غسيل الخضار وخاصه الخس والجرجير قبل تقطيعه. علل ولماذا؟ لان احنا لو قطعنا الخضار بعد ما نغسله هنفقد جزء كبير من السوائل بتاعته، وكده ان احنا ما نقدرش نستفيد بيه، وخاصه الخس والجرجير. تعالوا نعمل السلطه دي كده من غير سكينه ومن غير اي حاجه خالص. اللهم صل على النبي. ناخد كده الخس ومعانا الجرجير من غير سكينه. حلو كده، وانا شغال واحده واحده كده. ورق الجرجير، ونحبب ولادنا في السلطات وخاصه اللي فيها جرجير. الجرجير بيقوي المناعه، قيمته الغذائيه عاليه جدا. السلطه ديت فيها كل، انا بحب قوي الخليط الخس مع الجرجير الاثنين مع بعض، خلي بالاثنين حلوين قوي. الخس بتحس ان فيه شويه سكريات، الجرجير شويه حامض طعمه لاذع شويه، فالاثنين بيعملوا شغل حلو قوي مع طبق السلطه. هنخلي ده كده على جنب. معانا جزر مبشور، حاضر يا فندم، اهو بالشكل ده كده. حلو، نعمل الصوص بتاعنا سريعا كده، عباره عن زيت زيتون يا عم الشيف. تركايه فص توم ني. حلو الكلام، فص توم ني، شويه خل التفاح، طالما حطينا خل التفاح مش لازم نحط ليمون. ودايما الدرسنج بتاع السلطه يتحط واحنا قاعدين على السفره، الصوص اللامع ده كده. السلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها كل المعادن، فيها كل القيمه الغذائيه. نطلع يا عم الشيف القرع العسل بتاعنا، اخباره ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب.